تحدي، هو كل مقابله تحدي، مش المقابله يعني في رابطة الابطال جو بونس كو واحد ندور جري ماتش بار ماتش سي سا بليز امبورتون باسكو نقول باللي قلتها ونعاود نقولها اهم شيء هي المقابله الاولى. سي فري كاين لاعبين شاركوا اربع يعني في اربع مرات في هذه البطوله، ولهذا نظن باللي التجربه نتاعهم لوجيكمون هذا الموسم تكون احسن من المواسم الفارطه، ولهذا راح تكون كما قلت كما قلت ونعاود نقولها جو بونس كو سا فا با ما غاديش تكون سهله وما غاديش تكون صعيبه، هو كل شيء مرتبط بالمردود نتاعنا في الملعب، هذا هو كيفاش نكونوا من المقاومة سيرتو من الحاله النفسانيه ومن الحاله البدنيه، هذا هو اهم شيء. المشكل هو يبقى المردود، هذا هو المشكل، يعني نهضر من الناحيه التقنيه. ظن في كره القدم في بعض الاحيان تلعب مقابله في مستوى عالي وقد ربما ما تفوزش. في مقابلات ربما تعرف تستغلهم وتفوز، وهذا يبقى النتيجه هي اللي ربما تحدد يعني طموحات الفريق، هذا هو اهم شيء. في مقابلات الكاس في بعض الاحيان ربما لم يكونش المردود عالي ولكن النتيجه في التالي تكون ايجابيه تخليك تطمح باش تروح لبعيد. ما هو بونس با كي دي بروبليم، البروبليم هو مرتبط بالتركيز، مرتبط بطريقه تاع اللعب، مرتبط بالطريقه تاع كيفاش نسيبوا الحلول، كيفاش نسيروا المقابله في البدايه في النهايه في قبل نهايه الشوط الاول بدايه الشوط الثاني، هذا هو اهم شيء. جو بونس كو سي بلان تكنيك سي بوكو بلوس لو بروبليم دو كونسنتراسيون اي دو كونفيونس سي سيور سات، هذا ما كان. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.